في مشهد لم يرى من قبل، نشرت وكالة ناسا هذا النموذج الذي يضم خريطة توبوغرافية مفصلة لكوكب عطارد لأول مرة. وبني النموذج باستخدام أكثر من 100,000 صورة التقطتها مركبة ماسنجر الفضائية للكوكب. ويظهر النموذج تضاريس عطارد وبعض السمات الهامة للكوكب بما فيها الارتفاعات والانخفاضات على سطحه. فالمناطق ذات الارتفاعات العالية ظهرت بالألوان البني والأصفر والأحمر، أما التضاريس المنخفضة فتظهر باللونين الأزرق والبنفسجي.